صح النوم حبيبي. صح بدني. يو ليش هيك صوتك؟ صاير تخين؟ ليكون عم تدخن حبيبي؟ لك سم الموت، تعرفيني ما بحط السيجارة بتمي، بس هذا أبو عمار بالشغل ما بيشيل السيجارة من إيده، شو أعمل؟ ليك حظي. بس سائل حبيبي أنا بعرف إنه التدخين ممنوع بالشغل، يعني يا أما بتقنع أبو عمار يبطل دخان يا أما بتقلن ينقلوك. والله هيك مشكلة، صاير صوتك مثل البوري المسطول. لك شو ينقلوني وما ينقلوني؟ لك يا مرة صلي 18 سنة بالأرشيف أنا، يعني ما عاد يطلع معي شغل غير الشغلة، حتى زملائي بالدائرة ما بيندهولي إلا أبو أرشيف. هلأ شيرين هالعلاك المصدي، شو برنامج الفطور اليوم؟ مثل ما أنك شايف حبيبي، اليوم بيطلع لك بيضة مسلوقة وسبع زيتونات ونص رغيف، أما بالنسبة للشاي فغب قد ما بدك. لك نحمد ونشكر على هالنعم. شو بدي أعمل؟ يعني لا عم تخليني اشتغل وراتبك ما بكفي. قلت لك مليون مرة انك ما بتجيبي لي سيرة وظيفتك بنوب، وبالنسبة لراتبي لا تاكلي همه. انا سمعت مبارح ندوة الاربعاء اللي عقدوها بحمص وقالوا اكيد انه في زيادة رواتب من كل بد، والزيادة دسمة، ولك قد مو دسمة شميت ريحتها. مو بس هيك حبيبتي، اولت مبارح سمعت محاضرة الدكتور واصل الواصل وهو عم يجزم ويأكد ويضبط المسألة بأنه كل هم الحكومة أنه ترفع المستوى المعاشي للمواطنين وتقضي على البطالة، بس لا أنت ولا الناس فهمانين أنه نحن على منعطف تاريخي حاسم، ومو معقول نفكر بشغلات تافهة مثل الراتب والتعويض العائلي والذي منه، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر. إيش عم تخربط حبيبي؟ ما عم خربط بنوب، ما عم خربط ابدا. الوزير امبارح قال بالتلفزيون، والله شو قال؟ بدهم زياده معاشات، والله شو قال؟ بدهم مدري شو. لك ما حدا فهمان شو صاير بالنظام العالمي الجديد، ونحن ما شاء الله حولنا وحوالينا رجال عنا قاعده على القهاوي على شاي وقهوه وطحنك، والنسوان على علاك مصدي على التليفونات. صحيح سائر، على سيره التليفون، يعني خايفة يصير لي شيء وما تتكحل عيني بشوفته، خايفة اموت وما اسمع رنتو عم تلعلع ببيتنا. ليش قديش صرنا مسجلين عليه؟ 10 سنين من وقت ما تجوزنا. لا 10 سنين بيستنى، 10 سنين بيستنى له سنتين ثلاثة تانيين، شو بكي انت؟ يا هادية يا حبيبتي، ما حدا فهمان حساسية المرحلة وخطورتها. الامور تغيرت يا عيني على الساحتين العربية والدولية، الساحتين مو ساحة واحدة. ونحن هلأ على منعطف خطر، ومشان هيك لازم نواجه التحديات ونحشد الطاقات ونحافظ على مكتسبات الجماهير ونهلهلتي هلهلنادك. ايه خلصنا بقى سائر، وجعت لي راسي، خفف لي سماع هالراديو شوي، فظاعة. ايش وحافظ النشرة بصل؟ هلأ ذكرتيني بالراديو نسيانا. العظيم الممتد من تاريخنا الغابر إلى الحاضر الزاهر بالعطاء، إنه يوم الفخر والسؤدد، فخر الأبناء والأحفاد. هنيئا لكم يا شبابنا أيها النشام الصناديد، هبوا معا هبوا معا لنبني وطن. شو صار لك حبيبي؟ ما في شيء. والشموخ من هون حبيبي. السلام عليكم. مرحبا بعدنان. وعليكم السلام. اهلين اخي سايب، كيفك؟ هاي انت اليوم اول زبون، ان شاء الله استفتاح مباركه. شو امرت؟ بدي علكه وطنيه. علكه وطنيه؟ ايه شو علي اخي سايب،
امبارح شفتك نادع التلفزيون ورايح فيه. شو الظاهر ليكون عطلان لما بدك تبيعه؟ اوعى تكون الشاشة محروقة. لك يا ابو عدنان، التلفزيون عندي صار له 18 سنة. اي والله صار مثل النملية، حلو يعني. معناتها راح عليك مسلسل زيقار. ليش شو صار؟ شو صار؟ الملك العربي العظيم النعمان رفض انه يسلم اهل بيته لهذا الكسرى. ما عرفته؟ لك هذا اللي حواجبه حمى وصلعته عم بتضوي. وصلاة محمد رفض؟ وشو عمل كسرى؟ عمل اللي ما بينعمل هالندل. قال جروه وبعدين زدتوه للفيال الدعوسه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. بس وينك عمي؟ النعمان ضل شامخ صامد ورفض يرضخ هو وقال شيبان اللي استجار فيهم. لكان عمي لكان، هذا تاريخ العرب كله صمود وبطولة وسؤدد وكرم. لكان عمي لكان، هذا هو تاريخ العرب، تاريخ الشموخ والمروءه والإباء وإغاثة الملعوف والكرم والفخر والبطولة. شو صار لك أخي سائر؟ لا لا ما في شيء بعدنا، ما في شيء. بس انا كل ما بسمع هيك عن تاريخنا العربي قديش في شموخ وعظمه وكبرياء، هيك جسمي بينمل وبيخشب. جيب لي هالعلكه لشوف. تكرم. الله اكبر على التاريخ، شيء بيرفع الراس. تفضل. وطنيه؟ وطنيه اكيد اكيد. قديش بدك؟ روح مسامحك. روح. السلام عليكم. تضرب على هالاستفتاح المقنتني. والله شيء ما بينطق يا زلمه، قسما بالله العظيم برحمة بي، كل ما قربت شتوية بركبني ألف عفريت. أكيد بدها تركبك العفريت الزرق، لأنه برميل المازوت ب 1700 ورقة، يعني المعاش كله ما بيكفي إذا بدك تعبي الخزان مازوت، هذا غير مصاريف المدرسة، مبدلات، وبواط فتوة. لك يا رجل كأني الواحد باعت أولاده على جبهة، مو على مدرسة ليتعلموا. ولك يخرب بيت سندكن شو بتنقوا، لا بيعجبكن العجب ولا صيام برجب. ولك الحكومة عم تشتغل وتسعى لتحسين عيشتكن ومكافحة البطالة والقضاء على الهدر والفساد، وانتو مو شاطرين غير باللت والعجن والحكي اللي بطعمة وبلا طعمة. ولك ما بتعرفوا انه نحن نمر الآن بمرحلة دقيقة، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر. ولك العالم يعاني الآن من تحولات جذرية، وانتو قاعدين لاحقين للمازوت والغاز والعلاك المصدي. ولك يا عيب الشوم على هيك ناس ما انا مقدر دقة المرحلة. شعلنا هالراديو عمي، شعلنا وخلصنا من العلاك المصدي. تكرم عينك رفيق. لك ابو عمار يستر على عرضك وقف لي هالسيجاره. والله هلكتني، ما انك شايف شو صار صوتي باص. لك انا مع مين عم احكي؟ لا لا للموظف. لك يا اخي انا صفر ما عندي، دراب السخن ما عندي بالبيت، شلون بدها تطلع فاتوره التليفون 25000 ليره؟ انا موظف، هاي مو مشكلتي، هي اموال دولة بدها تندفع. لك يا حبيبي يا قلبي يا عمري فاهم، 15000 ليرة سوري، مكالمات على استراليا، اعليم الله مالي حدا بيعرفني ابعد من حران العواميد. ولك ورحمة ستي ما بعرف باستراليا غير الكنجر. عرفتوا الكنجر سائق؟ الكنجر اللي بيحط ابنه بيعبه وبينط. شرف يا اخي، شرف، شو بتأمر؟ لا 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 ولا شيء. عجبك هيك؟ المواطن فكر انه فايت على سيرك مو على دائره حكوميه. بعدين اخي ادفع الفاتوره، شو صاير عليك يعني ادفعها؟ ما بتعرف هي الاموال عم ترفض الاقتصاد الوطني اللي لازم يكون راسخ ومتين كل الوقت، وخصوصا في هذه المرحله التي تمر بها جماهيرنا العظيمه. وما سمعت انت الدكتور واصل شو حكى على التلفزيون؟ ما سمعته شو قال؟
عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد، وأنه كل مواطن شريف لازم يدافع ولازم يرفض هذا الاقتصاد. ورفض يرفض يا أخي، والله العظيم بدي أرفضه، بشرفي بدي أرفضه يا سيدي، والله بموت على ما أرفضه، بس يعني قصدي أنه بالحق هو بالصلبطة. عندك عيب، عيب يا أبو عمار تحكي مثل بعض المواطنين المغرضين. طبعا روح شوف مين سرق لك خطك وعم يحكي على أستراليا قبل ما تتهم الحكومة مؤسساتها، عيب. ولك أنا مو مطير لي عالي إلا هالمديرات اللي مثلك. لك مو طالع لشي وبتدافع مثل المجانين. أنت مين وكلك محامي عن المؤسسة؟ أنت واحد موظف كحيان هريان منتوف وموظف بالأرشوف بالأرجيف، أصلا ما لي طايقة وما لي مصدق أما تخلص منك. لك أخي حميد ربك على الكهرباء والمي على المقلي، شبك هدول الجوز مقاطعين الضاحية تبعنا نهائيا، ما بيقربوا صوبة أبدا. والتعليم المجاني مو شغلة كبيرة إيدي على راسك؟ هاي قلتها بتمك، التعليم المجاني صفوة هذا الحيوان ابني صغير بتعرفه؟ الله يسلم لك يا بتعرف إنه هذا الحمار صار راسب بالكفاءة 3 سنين؟ حطيت له 50,000 ليرة سوري أساتذة وما مشي الحال، بتعرف ليش؟ لأنه الأساتذة اللي عم يدرسوه ما عم يفهموا مثل العالم. ليش؟ لأنهم كحيانين مثلي ومثلك. عفوا احكي عن حالك، ما تحكي بصيغة الجمع نهائيا إذا سمحت. هلا انت ملك احياء؟ اسمع لك، اسمع بدنا يانا ننبسط ونبتسم. اخي انا بدي اقضي عمري هيك، لا بدي ابتسم ولا بدي انبسط. لما الخيل العربي ترمح بتنادي خيالة، لما السيوف العربي تنادي بتنادي ابطالة، لما الخيل العربي ترمح بتنادي خيالة، أطفال بنشوف أطفال، أطفال بتصير أجيال، حافظ طفل الربع على أرضه وتزعم أجيالا. إننا في هذا البلد الأبي نقف ونتحدى، نصارع ونكافح ضد الإمبريالية والرجعية والصهيونية. إننا إذ نتعاضد ونتكاتف كتفا على كتف، جنبا إلى جنب، بندقية مشهورة في وجه العدو، إننا نرفع أسمى آية الحب والتقدير إلى جماهير شعبنا المعطاء الفخور بانتمائه الثابت على مواقفه. أنتم يا جماهير هذه الأمة درع هذا الوطن الحصين، شدوا شدوا. قولي على أمتي شدوا سائر حبيبي، حبيبي شو صار لك سائر؟ لا تخافي ما في شيء، الظهر إن حالتي زادت شوي. امشي امشي ارتاح بأوضتك، تعال تعال بقدر اتحرك، تعال أنا بساعدك. امشي بعت لي حمى، منين اجتني يا المصيبة؟ امشي على مهلك على مهلك، شوي شوي حبيبي شوي شوي، تعال يا على امشي على المصيبة. اعوذ بالله لك اختي، انت شو عم تحكي؟ والله حكيك ما بدخل مخ بنوب. والله مثل ما عم اقول لك، الله يقصف عمري اذا كنت عم بكذب عليك بكلمة. حاجة 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 تزخي لحالك دعاوي، انت الثاني مو ناقصك. المهم هاي الحالة ما عرفت منين اجته؟ من هالراديو هذا، الله لا يوجه له خير. كان كل ما يسمع اغاني واناشيد من هي تبع الطبول والانتصار تصيبه هالحالة، وكل ما يسمع عن التاريخ العظيم وتراث الاباء والاجداد كان ينمل ويتخشب، قال من شدة الاعتزاز والفخر. هو هيك كان يقول لي، لحتى صار مثل ما عم اقول لك. يا لطيف الطف، شو القصة العجيبة هاي؟ والله أول مرة بسمع هيك قصة أنا. المهم لا أختي، هو وين؟ بقطع عم يرتاح شوي. هادية جاي يا حبيبي، لا تتحرك. الله يعينك يا سائر، الله يعينك يا صهري. لا إله إلا الله. هلا هذا اللي زعجك ومكترك؟ يعني ما عجبك كل الحكي اللي حكيت لك إياه؟ قلبي رح يطلع على أختي هالمسكينة صفيانة على نصها، شو هالمرة الأراضة يا أخي؟ لسه بدك تسمع بأمراض غريبة وعجيبة، أعوذ بالله، كش برا وبعيد. المهم مرض جوز أختك دواء عندي على ما أظن. يستر عرضك يا أبو تمام، حقني بالحل قبل ما أنحل.
يا سيدي امبارح قريت بالجريدة عن افتتاح عيادة جديدة بإدارة الدكتور ماهر البدري أبو أحمد. اختصاصه جديد ونادر، اسمه مداوات أمراض الإعلام والشرايين، وسمعت إنه كان في واحد مرضه مثل مرض جوز أختك، قام طاب وصار مثلنا مثله. ممتاز. طيب شو عنوان هذا الدكتور؟ عنوانه مكتوب بالجريدة تبع امبارح. كثير منيح، ولا جريدة أبو تمام؟ المشكلة إنه الجريدة منطفت فيها الصوبيا، وما تخيلت إنه تلزمني. الله لا يورثك على هالعملة. هلا هذا اللي صار، شو بدي ساوي؟ خلص أنا بأمن لك عدد تاني من الجريدة. نظف الصوبيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص مروان، شو بنا؟ عم أقول لك بأمن لك عدد تاني، ها؟ خذها من شواربي، وهي مسكت شواربي. أبو تمام، لا تزعل مني من هالكلمة، إيه؟ أنو كلمة؟ ولا عيب بلاها، نظف الصوبيا. أهلا مروان، فوت دغري فوت. هاتي البشارة على السريع لشوف. شو لقيتوا الجريدة؟ طبعا لقيناها. طلع هذا المسطول ابو تمام لاحش الجريده فوق على راس البوري، مو داحش جوا. المهم كتب لي عنوان الدكتور على هي الورقه. شلون بدي احكي معه؟ ما بتعرف انه ما عندي تليفون. وبتخافي على اخوك مروان، انا حكيت مشي الحال. المهم بكره الساعه 1 جهزوا حالكم. الله يخلي لي اياك، الله لا يحرمني منك، انا شو كنت عملت بلاك؟ خلص هاد لا تحكي هيك. هلا قولي لي المريض وينه؟ جوا بقطع بيرتاح. اسمعي هاديه، اهم شيء ما يكون في بجنبه راديو. ها بالله، الراديو خافيته تحت سابع أرض، وعطيته رواية عبير مشان يتسلى فيها. برافو عليك، وركع على الغاز، خليه ينسى إنه في اختراع اسمه راديو، أوكي؟ يمكن وصلنا، أختي الله يرضى عليك، ريها القربة، والله ما عم بزوغ نظري أنا. الدكتور ماهر البدري، مختص بأمراض الإعلام والشرايين. سكتات، هستيريا، ضربة فخر، سؤدد كبد، ارتفاع في درجة الشموخ، استئصال الكبرياء بدون جراحة، التهابات فانتازيا تاريخية. العمى شو هالدكتور هاد؟ يلا يا جماعة يلا، هذا هو المنقذ والشفاء على ايديه ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يعافي لي اياك يا حبيبي. يلا صهي يلا. وهيك قصتنا يا دكتور، ونحن ان شاء الله متأملين بالشفاء على ايدك بإذن الله. يعني عفوا حكيم، نحن بنفهم شغله بس انه هم عاده بطيب ولا حد ميؤوس منا بنوب. بالعكس يا اخ. انت شو اسمك؟ مروان. دكتور مروان تعرف ولا معي؟ طبعا بيكون صغير جوز اختي. اه معنا بتمنى عيش. بالعكس يا اخ مروان، المرض اللي مع هالكائن هذا منتشر كثير بدول العالم الثالث، بيسموه سترايك اوف براود، ضربة فخر. ضربة فخر؟ يا جماعة فعلا بيعيش يا بشوف. يعني بعرف ضربة شمس، ضربة حظ، وضربة اللي تشبط رقبتي، بس ضربة فخر حكيم هي أول مرة بسمع فيها صدقني. المهم العلاج يا دكتور، شلون رح يكون علاجه لهالمسكين؟ العلاج يا مدام بينقسم لشقين، علاج بالأدوية وهو ثانوي، وعلاج سلوكي وهو الأهم. يعني شو هي الأدوية دكتور؟ فخرمول مدام. عفوا حكيم، شلون يعني؟ فخرمول. رح اعطيكم حبتين بتعطوه اياها الصبح قبل الاكل، وحبتين مساء قبل الاكل، وباعتبار ما في حبوب صيدلية فانا رح اعطيكم اياهم من عندي. هاي فانتازيا تاريخية، هاي سؤدد كبد، هاي مسكنات قمة عربية، فخرمول يا صاحبي، هاي فخرمول. تفضل. يسلموا دكتور. وهلا اتركوني شوي مع المريض لحالنا. دكتور الله يخليك، خلينا معه، والله ما بنحكي ولا كلمة لا انا ولا اختي. حسام لا تقلقني لا تضوجني، خليني مع المريض لحالي. مروان مروان كيف رسالة حكيم؟ شلون؟ شو بتحبوا تشربوا؟ بالأفراح إن شاء الله. دايما يا أخي. إيه سهر حبيبي، شلونك أنت؟ الحمد لله. الحمد لله كل ساعة. ساعة حبيبي. هلا أنا رح أسألك أسئلة، أنت بتجاوبني بكل وحدة، إيه أو لا، بس. بس يا دكتور. هلا لا تبسبسني ولا تخيرني، الله يرضى عليك، هي الطريقة الوحيدة لعلاجك. بسألك وبتجاوبني كلمة بكلمة، جاهز؟ رح نبلش. ربك عم يكفيك؟ لا. بيتك ملك؟ لا. عندك تليفون؟ لا. بتحب شغلك؟ لا. بتحب مديرك؟
لا. عندك طموح؟ لا. عندك أمل؟ لا. كلامك محفوظة؟ لا 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 لا. أعوذ بالله، شو صار له؟ لك ليش هيك بلحش الأرض لا نتبه ولا نكبه؟ سهري سائر حبيبي شو صار لك؟ شو صار له دكتور؟ أنا عالجته من حالة التخشب مدام، بس يبدو أني زودت له الجرعة شوي ففات بالحيط، يعني هو كان بحالة تخشب تام، هلأ صار بحالة ارتخاء تام مثل ما بيقول المثل، يعني يا طخه يا كسر مخه يعني. إيه والحال دكتور؟ حاليا ما فينا نعمل شيء. ليك عم حكي إذا حكي هاد حكي غير حكي الله يخليك. رجل هاد متماسك تحب لخرقة معقول، وهاد اختصاصات لا بخبرنا على الأربة، شو هي الجملة كلها زحبرة وهيلمة. شوف أخ زكوان، من وقت ما فت لعيادتي وأنا متزاول منك، احترم حالك. ها؟ إيه لا ما رح احترم حالي، قومي أختي قومي. اصحبيني، تعال تعبت. إنه يوم الشموخ العظيم. الممتد من تاريخنا الغابر إلى الحاضر الزاهر بالعطاء. إنه يوم الفخر والسؤدد، فخر الأبناء والأحفاد. هنيئا لكم يا شبابنا أيها النشام الصناديد، هبوا معا ترجع كل حالي. سهري لا حول ولا قوة إلا بالله. أختي ما في إلا حل واحد. شو هو؟ سائر حبيبي كيفك؟ مبسوط؟ انت مرتاح؟